تحت قيادة المدير الفني بلال فليفل، خاض المنتخب اللبناني للشباب أولى تدريباته على الملعب الثاني لملعب فرانسو حريري في أربيل، استعداداً لانطلاق مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب. لاعبو الفريق اللبناني أبدوا استعدادهم التام للمباراة الأولى مع سوريا يوم الثلاثاء. نحن عم نتحضر صح، إن شاء الله استعدادنا منيحة وحنكون فريق قوي إن شاء الله رد بالبطولة. طبعاً بطولة مهمة كتير، الهدف ناخد خبرة لبعدين ونبني من أجل غير بطولات. وطبعاً كل الفرق مثل بعض، الفوتبول بنلعب على تفاصيل، أهم شيء نقلل أخطائنا ونلعب على قد قدراتنا وإن شاء الله نتوفى ونربح. من جانبه أثنى مساعد مدرب منتخب لبنان بحسن التنظيم للبطولة وبأجواء الراحة والاستقبال الرائع الذي قوبلوا به في أربيل من قبل اللجنة المشرفة على البطولة. بتحس حالك بيتك التاني، عم تلم شمل الشعب في كردستان، طبعا اقليم كردستان العراق بيتنا التاني هذا، وفعلا ما نشوفه من حفاوة الاستقبال من الشعب بالاوتيل بالطريق. يعني عندنا مثل بقول ما بتعرفه بتجهله، فعلا كنا بنجهل اقليم كردستان بدون مجاملة. بتحس حالك مثل قريب منك كتير الشعب، اكنه انت ويا واحد. يذكر أن المنتخب اللبناني يشارك في البطولة لحساب المجموعة الثانية إلى جانب سوريا والإمارات والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى المستضيف العراق وفلسطين واليمن والبحرين والكويت، ويتأهل بطل كل مجموعة للمباراة النهائية والتي ستقام يوم الأربعاء الأول من كانون أول المقبل. المنتخب اللبناني استهل تدريباته استعدادا للمباراة المرتقبة بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات بطولة كأس غرب آسيا للشباب المقامة على أديم ملعبي البصرة وأربيل. يوسف المندلاوي، زاغروز الفضائية، أربيل.